التليفون ده يا عمرو فندي تقدر تكلم فيه اي حد عادي كده ماشي في الشارع، يعني مش مهم بيكون قاعد في بيته. ايوه يا عم صلاح، لو عنده زي ده انا اعرف اكلمه في اي حته. والله العظيم والله. تكلمه في اي حته كده. ده انت ناقص تشوفه كمان. لا ما انا ما قلتلكش، ما انت ممكن كمان تشوفه. ايه ايه يا عم صلاح، لا حول ولا قوه الا بالله، ده انا لسه قايلها في المقدمه، لحقت تستعملوها؟ لا هي مع... ماشي معموله من زمان يعني. ويعني هو يشوفه وانت بيشوفك وكده؟ حرام علينا. يا ماهر، يا ماهر. ايوه يا عم صلاح. شوف يا ابن عمرو افندي يشرب ايه. لا ربنا يخليك، انا مش عايز حاجه. لا لا اقول لا تشرب حاجه. لا والله انا تمام. معلش. طيب هشرب شويه نسكافيه. لا والله لازم تشرب حاجه. اي قهوه سريعه الذوبان. هات النسكافيه يا ماهر. ماشي. نرجع بقى برجوعنا لموضوعنا بقى. استنى بس عشان جالي ده. ايه الصوت ده؟ ما دي النوتيفيكيشنز، يعني لما انا يبقى في خبر جديد فتجيلي الاخبار بصوت، فانا اروح داخل شايف ايه الخبر الجديد. انت بتتكلم جد؟ بتكلم يا الاخبار بيجي لكم هنا؟ ما انتوا الاخبار بتجي لكم انتوا ازاي؟ الاخبار بيجي لنا ازاي؟ انا عرفت الاخبار بتجي لكم. الاخبار بتجي لنا اخبار الطائره. بس انت عارف بقى كل اللي موجود عندك في الجورنال ده؟ موجود عندي هنا يا راجل. لا حول ولا قوة الا بالله.